استنى والله بيطلع. مرحبا مشاهدينا الكرام، يعني لايف خطير جدا، لايف مثير جدا مشاهدينا الكرام على قناة الشعب، قناة شوف تي في، في هذا البث المباشر مباشرة معكم من مدينة تمارا. يعني واحد شاب ثلاثيني مغربي بغى يبيع الكلوة ديالو باش انه يمشي لقطر ويأزر الأسود الأطلس في هاد النهائيات من كأس العالم. قصة مثيرة ديال هاد السيد اللي بغى يضحي بجزء من الذات ديالو من لحمه باش انه يمشي ويشجع أسود الأطلس وأيضا يأزر يعني أسود الأطلس في هاد الموندياليتو. شنو تقول لنا اخويا؟ السلام عليكم ورحمة الله، معكم الحسن السهلي من مدينة تمارا وبالضبط من دوار جامايكا. فعلا خويا، انا كنت درت واحد اللايف بعدات على ود باش نبيع الكلوات ديالي على ود السكن، ما جابش الله. دابا انا غادي في هذه المرحله ديالي في هذا البيع ديال الكلوه، ودابا انا كنطلب من المشاهدين الكرام الا كاين شي واحد محتاج هذه الكلوه هذه. انا في شي خلعه كتضرب قلبي بالزربه، كيبقى يضرب قلبي بزاف، حيتاش نهار الاربعاء والحد غتلعب المنتخب الوطني، ونهار الاحد ان شاء الله غناخذوا الكاس. وانا بغيت نشوف اشرف حكيمي، بغيت نشوفهم هزين الكاس تما. وانا بغيت نحضر لهذاك الحماس اللي غيكون تما ديال المغاربه خوتنا. وانا كنطلب المغاربه يشجعوا من طنجه للقويره، كلشي يلبس الاحمر، حيت هذا العام ان شاء الله الكاس راه ديال المغرب. وانا كنطلب من السي القجع الا كيشوف فيا في هذا اللايف هذا، انا راه غنبيع الكلوه ديالي على ود المنتخب الوطني، حيث مغربي حر واول مره في التاريخ غنشوف الكاس غيدخل المغرب، والمغرب غيحتفل من طنجه للقويره. وانا كنقول لكم اخوتي المغاربه، الا كاين فيكم شي واحد يساعدني باش غنمشي لقطر بلا ما نبيع الكلوه ديالي. تطلب في الكلوه ديالك باش كتمشي الطياره فقط، هذا هو الثمن باش تمشي الطياره، باسبور عندي، باسبور عندي، كل شيء عندي، خصني غير باش نمشي باش نركب باش غنمشي نشوف ديك الاجواء، ذاك الحماس، نشوف بزاف ديال الحوايج ما شفتهمش انايا في الدنيا. بغيت نمشي نشوف تما، نشوف الحماس اللي داير تما ديال المنتخب الوطني، ديال الدقه المراكشيه، ديال بزاف ديال الحوايج. وانا كنطلب من الله تبارك وتعالى، قال لك اللهم اغثنا المطر وانصر اخواننا المغاربه في قطر، انصر المنتخب في قطر، ربي غيغيثنا المطر ونصر اخواننا المنتخب في قطر. وانا كنطلب من السي حكيمي كما قال لك المشجع، زيد، كتزيد، حنا داين الكاس داينه، والله لا دات ولا فرنسا ولا شي فرقه اخرى، والله لا دات الكاس، المغرب اللي غيدي الكاس. وباغي تبيع دابا الكلوات؟ باغي نبيع الكلوات ديالي. انا كنت قلت لك درت هاد الكلوات ديالي على ود ساكن، واش فهمتي شنو هو السكن؟ لو خمسه ديال البنات غنسترهم. دابا ما بقيتش باغي لا سكن لا والو. انا الحل الوحيد اللي بقيت باغي هو بغيت نمشي نشوف المنتخب الوطني اخويا. واش كاين شي واحد يساعدني نمشي نشوف المنتخب الوطني؟ راه في القلب كيضرب بالليل وبالنهار، راه روح رياضيه اخويا، راه روح رياضيه، واخا ما كنعرفش الكره روح رياضيه. وانا كنطلب من شي مسؤول اللي كيعرف فين يصيفطني نمشي نشوف. انا بغيت نشوف اخويا. كاين اللي اتصل بك بغى يشري الكلوه؟ اتصلوا بيا الناس، عدة الناس بزاف اتصلوا بيا، اقسم لك باليمين اتصلوا بيا الناس، اتصلوا بيا لايفات من في الواتساب من فرنسا طاليان، كيقول لي غيجوك مسؤولين، ما انت ما تهضر ما تتكلم، يجوك مسؤولين غيعطوك الفلوس وسير شري السكن ديالك. ولكن خويا انا دابا هذه المره غنبيعو على ود باش نمشي لقطر، الحلم ديالي هو قطر. قطر شحال تطلب كاع الثمن؟ قول خويا. انا نقول الصراحه، باش كتمشي الطياره وتجي وغناكل ونشرب تما ونرتاح ونلبس اللبسه ديال المغرب تما، حيت انا ما عنديش اللبسه ديال المغرب. والله ما عندي لبسه، عندي كاسكيطه، هاي الكاسكيطه اللي عندي ديال المغرب، والدرابو ديال المغرب هو اللي عندي، هو الدرابو ديال المغرب هو اللي عندي اخويا. انا بغيت نلبس حكيمي، بغيت نلبس كاع المنتخب الوطني، بغيتهم يكونوا التونيات ديالهم عندي. اول مره في التاريخ اصاحبي، راه 35 سنه، اول مره في التاريخ القلب ديالي غيبقى يزدح، اول مره في التاريخ اصاحبي ما كنخلي فين ما كتكون شي داكشي. باغي تبيع الكلوه ديالك؟ غنبيع كلوتي، اقسم بالله. واتصل بيا شي واحد دابا ويقول لي اجي غادي ندير لك عمليه ويخلصني ونمشي الطياره ونمشي.
راه قلت لك مرارا وتكرارا عندي الباسبور ديالي اخويا، راه داير الباسبور ديالي، بغيت نمشي انايا، انا باغي نمشي لقطر نشجع ونشوف، ما ناكل ما نشرب، نمشي غير نشوف. انت عمرك شفت شي واحد ما ياكل ويشرب غير حب الوطن؟ انا هادشي اللي هذا هو المطلوب ديالي خويا، هذا هو المطلوب ديالي. الا كاين شي واحد كيتصلوا بك الناس، تواصلوا معاك؟ اه تواصلوا معايا بزاف ديال الناس، بغيت نعطيك الاسم تسمع. هنا صحابك عرفوك انك بغيت تبيع كلوتك باش يتفرج؟ اه قلتها للدراري، قلت لهم انا ما كرهتش شي واحد يشري من عندي الكلوه. قالوا لي تفرج في الكوره هنا في القهاوي ولا داكشي، ما كنت انا بغيت نشوف داكشي مباشر، بغيت نشوف انا بغيت نشوف داك الحماس كي داير تما والكاس والاستقبالات والحمد لله وعاش سيدنا. تفرط في الكلوه ديالك على وديت الماتش؟ اه نفرط في الكلوه ديالي على ود غنفرط فيها، راه قلتها لك اخويا مرارا وتكرارا، راه قلت لك غنفرط في كلوتي على ود الماتش. واش عرفتي شنو هو الماتش والمنتخب الوطني؟ اول مره في التاريخ صاحبي الربع النهائي، راه بغيت انا نمشي نحضر، راه وانت في نظرك راه من طنجة للقويرة كلها محتفلة خارج الوطن داخل الوطن، فين ما كان شي مغربي حر وعارف بانه مغربي كيحتفل، واللي ماشي مغربي كيحتفل، وانا حتى انا بغيت نكون من دوك الناس اخويا. مالي ما عنديش حقي ماشي مغربي؟ ها؟ ما حقك؟ واقيلا انا ماشي مغربي، انا بغيت اخويا نمشي، ولكن ظروف برا خمسة د البنات بحال داك الشيء اللي كنسيروا كنصرفوا عليهم، ولكن الحماس ديالي مع الشعور ديالي عطاني فكرت بزاف بان غير تبيع شي حاجه اخرى. لا شنو غتبيع؟ عين؟ تبقى لك عين؟ اللهم كلوه انا باغي نبيع كلوتي وغادي نمشي نشوف، حيت الا بعت عين ما غنشوفش، تبقى لي عين ما غنشوفش بيها بزاف، فهمتي ولا فهمتي؟ اللهم كلوه باش نشجع ونقدر يجيب الله عاود تنعاود ردها. تستثمر فيها؟ اه نستثمر فيها. تستثمر في الكلوه ديالك؟ لا ماشي نستثمر نبيع ونشري، انا باغي نبيع كلوتي انا فقط. على ود المنتخب الوطني باش تمشي نتفرج، فيها شي عين؟ ما فيهاش حتى شي عين. حياتي هذي. ولا كينتقدوك شنو تقول لهم؟ شنو غيقولوا لي في نظرك؟ شنو غيقول لي ما تبيعش؟ حقك لا هو راه حرام التجاره في الاعضاء، دير التجاره في الاعضاء حرام، ولكن انا اضطريت نمشي نتبع المنتخب، بغيت نشوفه. يا قال لك تذاكر فابور تما، وانا بغيت نمشي دابا ما عرفتش فين غنمشي. يلا انت ما طالبش شي ثمن خيالي؟ ما طالبش انا 300 مليون. لا بزاف علي، الا 200 مليون اش غير حماق فراسك، انا حماق، انا المليون عمرني شفتو، انا المليون والله ما عمرني شفتو بالله. كيقول لك واش فيه 50 4000 والله انا والله ما عمرني شفتها بالله، داكشي اللي كنجيبو كناكلوه. هذا راه خمسه د البنات راه شويه الحمل ثقيل، ولكن الحمد لله ربي اللي بغى. عمرك ما شفتي المليون؟ والله ما عمرني شفتو. ولا تبعت لك الكلوه ب 200 مليون شنو غدير؟ غنتسطى والله حتى غنتسطى بالله، حيت راه الحماق 200 مليون يعطيها لي راه ليلى. اول حاجه راه نحماق غنبرع ولادي نبرع لبزاف. اخويا 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 انا مزوق فيك، واش كتعرف شي واحد غيبيع شي كلوه؟ غيشري شي كلوه ماشي غير. ما تعرف شي واحد؟ ها ولا كتعرف شي واحد غيبيع شي كلوه؟ ما انا كنوجه هذا النداء. اول دعاء اللي غنقولو انا بعداتي ومنيه ديالي صافيه، اللهم اغثنا المطر. واش فهمتي؟ ما عمرك سمعت الدعاء نتايا؟ ها؟ لا ياك سمعتي معنا كي جاك؟ زوين. اللهم اغثنا المطر وانصر المنتخب في قطر. انصر لنا المنتخب ديالنا يجيب الكاس ويجي من قطر وبالشتا. وبالشتا ربي غيفرح بينا والحمد لله. زعما حتى الثمن ديالو مزيان حتى مناسب. واه فعلا ما طالبش انا شي ثمن حيت ما بقى والو، بقات لي ربعه والحده صاحبي راه خصني نكون تما. يعني الثمن ديالو يعني في المتناول. متناول شي واحد يتصل بيا راه نعطيه النمره ديالي. النمرة ديالي راه 06 67 59 53 35، 06 67 69 53 35. يعني انت ما طالبش ثمن خيالي؟ ما طالب انا حتى شي ثمن خيالي، وانا راه قلت لك اصاحبي باش غنمشي وغنمشي صافي.
يا لا يجي يقطع عليا البي ويقول لي خويا ولكن كاينين الطنازه دابا كاينين الطناز غيبقى الو فلان واش غنقطع لك البي اجي للبلاصه الفلانيه ولكن لا انا خصني شي واحد نيت اللي معقول و... ويعرف غير من صوتو غنعرفو انا اما الطنازه خليهم خليت لهم الله دابا انت يا الرساله الاخيره اللي كنت توجهها للناس كيشوفوا انا كنوجه هذه الرساله للسي القجع والسي اشرف حكيمي والمهم المنتخب الوطني جميعا الا كيشوف هذا اللايف هذا انا راه محبوب ديالهم وبغيت نمشي لقطر وعلى ودهم بغيت نبيع هذه الكلوه هذه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا. تشوفوا مشاهدينا الكرام من تماره هذا الشاب هذا الثلاثيني الاب لاسره بغى يبيع الكلوه ديالو باش يمشي يتفرج في المنتخب الوطني المغربي بقطر ان شاء الله مربوحه ان شاء الله نشوفوا المنتخب الوطني المغربي يعني هاز الكاس وان شاء الله نشوفوك انك بلا ما تبيع الكلوه مشيتي لقطر. نتمنى ان الرساله توصل. وصلنا لنهايه البث المباشر. سلام الله عليكم وعاش المغرب.